ألو مرحبا، لو سمحت بدي بلغ عن حالة استغلال صارت عنا بالمخيم. الخدمة الإنسانية مجانية وبدون مقابل. إذا رأيت أو سمعت عن أي استغلال للمستفيدين والمتضررين، تكلم، لا تتردد. أنت كتير حلوة، إذا بتعطيني رقمك رح أجيب لك مساعدات زيادة. عفوا؟ ألو؟ يعطيك العافية، بعد إذنك بدي بلغ عن حالة استغلال بالمساعدات الإنسانية حصلت عنا في الحي. الاستغلال والاعتداء الجنسي على المستفيدين والمتضررين هو سلوك غير مقبول ومحظور بشدة على جميع العاملين في المجال الإنساني، سواء كانوا موظفين من الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية، ويعرض مرتكبيه للتحقيق والعقاب. إبلاغكم عن الاستغلال قد يساعد في منع حدوثه، وسيعامل بسرية تامة، ولن يؤثر على حقكم في الحصول على المساعدات الإنسانية. هذه الوسائل التي تمكنكم من خلالها التبليغ عن الحالات